السلام عليكم. كنضرب كسائق مهني ديال تيقو ديال طنجه، كنعاني بزاف من هاد الناحيه ديال البلوكاج، وبزاف من الانسان طلع مع كل اللي بغيتي توصل بلاك الى مكان خصك واحد 45 دقيقه حتى ساعه المكان، وحنا كنعانيو بزاف، وكنتمنى ان شاء الله باذن الله هادشي هذا يتخلص هذا السير هذا، وهادشي اللي كنطلبوا ان شاء الله ان شاء الله رب الحبيب. لا، ملي كتكون من ناحيه العشويه يعني كتكون الدنيا عامره، بالليل بعدا السيركيلاسيون كتكون شويه خاويه، يعني كتخوى واحد شويه، ولكن دابا حاليا من 3 الى حتى 10 الى 9 كاين واحد بلوكاج يعني لا يعقل، يعني الانسان ملي كيجي يركب معاك كيمشي من بلاصه الى بلاصه حتى كيشهد عليك ربي، يعني كتبقى 45 دقيقه الى حتى عندنا كان باش كيوصل لواحد المكان. واخا الانفاق واخا هيدا، حيت طنجه صغيره، مدينه سياحيه ماشي مدينه ديال جانتيني، يعني طنجه ماشي ديال العموريه، طنجه مدينه سياحيه ماشي بحال مثلا كازا او لا كذا على شوارع كبارين، طنجه مهما كان كتبدا مدينه صغيره سياحيه وعندها شوارع ديالها صارين ناسين. وباقي خصو يزيدوا لنا النفقات، يزيدوا يوسعوا لنا الطرقان، على الاقل يعملوا لنا غير 3 ولا 4 ولا. يعني هادو ما كاين فيهم شي زحام طوبيل، العشيه صافي كتجبر الامه هنايا واقفه. كتجبر الحومه تشوك ما حاطه هنايا، كتجبر كاستيا اذا الطريق كاستيا بلان ديك الرامبون كي عملوا له ديك عملوا له ستوبات هادو رونو الدوني بلايا مال باطا تما مبقاش يزكوزعوا في العشيه تما، كاين اللي كيفتح وكاين اللي كيغان كيزيد يشبك كيعجبو يشبك عاود، فهمت؟ كتجبر مشكل ما عرفتش المشكل مين ما يجي بالضبط. ما عندك ما تعمل، هادشي اللي عطل. لا كل صيف العشيه بقاش يطخون طنجه، يبقى في جبل هيدا التنقل بزاف في الصيف، كلشي مشدود الرامبوانات هاديت كلشي الشوارع كاملين، الشوارع كاملين جاد بلايا اختار جاد بلايا هي اختار جاد رياض تطوان، محطة قديمة واخا كاين الانفاق والو ما كيجوزوش معاهم، أغلبية كيجوزو من الفوق فوق الأنفاق. والسكولاسيون كاين بنادم كيمشي في الطريق كيوقع بالدراع، كاين الحديد كاين بنادم كيبقى ماشي وكيبقى هو واقف وكيهضر، ما عندو غارض في الطريق، واخا الطريق عامرة هو يهضر الطريق، جالس في الطونوبيل وكيهضر وما كيديهاش واحد آخر اللي موراه، واخا تعملو كلاكسون ما كيديهاش فيك، مسوقش ولا يزبل فيك. الإسبانية والإيطالية في ساعات الصيف في ساعات الذروة كتكون كيكون تحاس كيكون، إذا هو أمر عادي، غير اللي كنشوف هو خص الالتزام ديال السائقين من جهة، ومن جهة أخرى كذلك السلطات الولائية سواء الأمنية ولا السلطات المحلية أنهم يشوفوا إذا كاين شي حلول أخرى من ناحية التنظيمية تقدر دار. وشكرا.